إذا الآن بدنا نغير سرعة المحرك بتغيير الفريكونسي. راح اخلي هذه على 8000 هرتز من هون، راح اخلي الكرر فريكونسي على 8000 هرتز، وراح اخلي الموديليشن اندكس على 1. راح اخذ اول شيء هاي 50 هرتز، وراح نحسب هلا السرعة. بتحبوا نحول السرعة ل ار بي ام؟ مش احسن نحولها ل ار بي ام؟ ايش رايكم؟ ونعرضها ب ار بي ام. حتى اعرضها ب ار بي ام راح اخذ جين، ناخذ لايبرري براوزر كومن يوز بلوكس، راح اخذ جين، والجين راح اضرب فيه بدي اضرب في 60 واقسم على 2 باي، مش هيك؟ لانه هذا بالراديانس بير سكند. فراح ناخذ هذا نحطه هون، خليني الفه 90 درجه، فور مات روتيت بلوك كلوك وايز. هذا راح اخذه هون. هلا المفروض اذا بدي اشتغل مضبوط شو اعمل؟ اضبط اسمه هون كونفيرت تو ار بي ام. اوكي؟ هلا حتى احول ل ار بي ام من راديانس بير سكند ل ار بي ام بضرب في 60. اذا 60 على 2 2 ضرب، اظن بس بنحطها باي زي هيك مظبوط؟ ما بعرف مش راضي يفرجيها، على اي حال مش مشكلة. نعمل ران، هلا خلينا نشوف قديش سرعة المحرك رح توصل. بدأ هو من زيرو. ما عملنا سير، عملنا سير. لما تعمل ران بيعمل سير صح؟ لما تعمل ران بيعمل اوتوماتيكلي سير صح؟ هبين اوتوماتيكلي سيفد. نعمل ريستور، نختار المحدد اللي بدناه، هو هذا في الشغير مش هيك؟ تمام جاي. اوكي نعمل سير. طيب هيك جاهزين نعمل رن مش هيك؟ لأسس الأحد إن شاء الله. هلا وايل هذا عمال بعمل رانينج، في شغله مهمه بدنا نتذكرها، ما بكفي اني اغير الفريكونسي بس عشان اغير السبيد، اذا بدي التورك يضل كونستنت لازم اغير الفولتج والفريكونسي. كيف بغير الفريكونسي؟ وين بروح حتى اغير الفريكونسي؟ بغير الفريكونسي من هون، وين بغير الفولتج؟ الموديليشن اندكس من هون. القاعده بتقول عشان يضل التورك كونستنت من المحرك في على اف لازم تضلها كونستنت. الريشيو بين الفولتج والفريكونسي رح يضلها كونستنت. هلا رح نشوف لما نغير الفريكونسي رح نغير مع الفولتج بنفس النسبه عشان يضل التورك عندنا كونستنت. استكتور بعدين رح نلعب الفريكونسي والفولتج من الفاريبل سبيد طبعا طبعا. هاي لسه خطوه هون مرحله هون، عشان هيك رح يصير ندخل هذا من الخارج. بس هلا انا هون بحطه مانيوالي بايدي بالبلس ويت موديليشن جنريتور. خلينا نشوف هلا هون ايش بتبين معنا. هي عم روح عندي لحوالي تقريبا 950 ار بي ام. هذه اللي هي السرعه 950 ار بي ام. خليني بس اعمل اوتو سكيل عليها. اوكي ماشي واضح. هي السرعه عمل ستارت ووصل السرعه هاي. خلينا نطلع السرعه هاي شو وصل هون. فراح اعمل زوم بالواي اكسس. اوكي هي تقريبا حوالي 947 948 مضبوط. 904 في عندنا سليب، ولاحظوا عندنا سليب، السليب حوالي 50 مضبوط، 50 ار بي ام. والسبب انه انا في عندي تورك عليه. قديش التورك اللي عليه او التورك اللي ناتج منه؟ احنا ما طلعنا عليه هون، ممكن نحط ديسبلاي هون. ايش رايكم نحط ديسبلاي هون نشوف ايش التورك اللي ناتج منه؟ فراح نحط ديسبلاي
لانه هو التورك هلا راح يعطينا اياه يضل كونستنت، بدنا نحافظ على التورك كونستنت. فحتى نعمل هيك راح نجيب، خلينا اجيب هون commonly used blocks او sinks. هاي display راح اخذ الديسبلاي احطه عند الالكترومغنتيك تورك. اخذه من هون، هذا بفرجيني التورك اللي ناتج عن المحرك، اللي ناشئ عن المحرك. خلينا نتاكد منه قبل ما نغير اي شيء. فاحنا السرعه عندنا الان تقريبا 950 ار بي ام. بس قبل الجير بوكس السرعه، مزبوط، هذا من المحرك. انا اخذت هون السرعه والتورك من المحرك. بتحب تاخذها على الجهه الثانيه بصير هون كانه عم ندرس المحرك نفسه. فعم بعطيني تقريبا هلا في البدايه رح يعطيني تورك اعلى، بس لما يعمل سيتلينج بس بالبدايه كنا سرعته، احنا بدنا نعمل انه سرعته بطيئه والتورك ثابت، بعدين تزيد السرعه شوي شوي. وانت تعمل ستارتنج هي الفكره من لما نعمل ستارتنج هلا رح نزيد الفريكونسي شوي شوي. هلا رح تشوف رح نعملها. متذكرين المثال اللي اخذناه على الهويست اللي بيرفع اللود 20 متر او 40 متر؟ بدنا تراينجلر ويف فورم، فبدي سبيد ريفرنس. رح نعطيه فريكونسي تزيد شوي شوي والفولتج تزيد شوي شوي، بحيث اني امشيه على كيرف. رح السرعه ما رح تضل هيك، رح تصير السرعه تمشي بالضبط زي ما بدنا. هاي هي كل فكره الدرايف، انه يكون عندي سبيد تايم بروفايلينج ويتبعوا بدقه. طلعت قيمة التورك بماينس، شو يعني دكتور؟ هلا هو عماله بيعمل في البداية، إذا بتطلع هي بتطلع هون، إذا بتطلع وين، في عندي تورك خارجي عليه. ممكن عماله بيعمل أوسيليشن أو شيء، في ترانزيت وفي تورك خارجي. ممكن تحول لجنريتر لفترة بسيطة. ريال لايف يعني بيعكس الحركة؟ لا، أنت انتبه، التورك انعكس مش السبيد، هاي اللي أنت بتلخبط فيها مرات. مين اللي عكس؟ التورك انعكس، فصار التورك عليه من برا، مش هو بعطي تورك، اللي برا هو بعطي عليه تورك، بس السرعة نفسها. السرعة لأنه هي بتطلع على السرعة. إذا بتعمل هون مش رح تبين معنا غير لايف خالص. إلا إذا انيشالي أول ما بدأ عكس شوي. بس عادة بشكل مظبوط، بس عادة بشكل عام ممكن ينعكس التورك بدون ما ينعكس السبيد، بتحول لجنريتر للحظة بسيطة، إذا عماله شيء بسحبه. نفس هذا الهويست اللي إحنا بندرسه، لو هو نزل نزول ايش بتكون تتحول؟ وهو منزل اللود، منزله تنزيل وجنريتر، راح تلاقي التورك تبعه انعكس بس ظلت سرعته بنفس الاتجاه السليم. خلينا نطلع الان نشوف التورك قديش. التورك عندي تقريبا 23، مظبوط؟ واحنا اظن حطينا اوت اوف بالانس تورك لما عملنا الميكانيكال لود، مظبوط؟ اذا متذكرين الميكانيكال لود كان في اوت اوف بالانس تورك، هيو 1000، مظبوط؟ بس 1000 بنقسمها على الجير ريدكشن ريشو بعطيني الاوت اوف بالانس تورك. طيب اذا هلا هدفنا احنا نحافظ على التورك تقريبا 24، بحدود ال 24 نيوتن متر. نغير السرعه، فعندي التورك تقريبا 24 نيوتن متر. هلا السرعه بالوضع الحالي 1000 قديش كانت؟ 900 حوالي 947 ار بي ام، مظبوط؟ 49 ار بي ام. هلا نيجي نسال السؤال، هل انا بقدر هذا السيستم ما امشيهوش على 949، خليني افترض بدي امشيه على 850 ار بي ام. اوكي ماشي واضح؟ فبدنا ننزل، بدنا ننزل الفريكونسي من هناك. هلا بتقديرا لو احنا كانت على 50 هرتز اعطتني 940 47. اذا انا بدي 850 ار بي ام، لو عملنا شيء، طبعا هذا فيري رف، قديش تقريبا بدي انزلها؟ إذا بنقسم 850 على 947 أو 949، يعني تقريبا 850 على 950 في 50. 45 تقريبا، خلينا نقول 45 هرتز، أوكي؟ لكن ما بصير أغير هذا بدون ما أغير الفولتج، ولا رح يصير في ساتوريشن في المحرك. فبدنا ننزل الفولتج اللي هو ام اي، مش هيك؟ أنا ما عندي بقدرش أتحكم بالفولتج، بإيش بتحكم؟ موديليشن. الموديليشن اندكس ما راح يكون واحد، راح يصير قديش؟ راح يصير 0.85 على 0.95 تقريبا. قديش؟ 0.85 على 0.95 17.894
0.89. اذا راح اغير الان موديليشن اندكس راح انزله ل 0.894 والفريكونسي راح انزلها ل 45 هرتز. طبعا هو في طريقه ادق من هاي الطريقه لما نعملها كلوز لوب، بس احنا هلا عم نتحكم في اوبن لوب. 0.89 قديش؟ 4 4. هلا المفروض تنزل السرعه تبعت المحرك. هلا هو اذا بدنا نكون دقيقين يمكن لازم اغير الكارير فريكونسي، راح اتركها زي ما هي، هي الاحسن تكون مالتيبل، بس راح اتركها زي ما هي. دكتور بس انت من وين جبت 0.85 و0.85؟ هي اخذتها 150 على 950، يعني نزلت التورك بنفس النسبة، نزلنا الفولتج بنسبة ونزلنا التورك بنفس النسبة، تمام. عشان يعني انا عم بعمل فيه على اف كونستنت، هلا رح تشوف هذا مش بالمية دقيق، بس هذا الدرايف كله اللي احنا عم نطلع عليه اسمه في على اف سكيلر درايف. عشان يضل التورك كونستنت. عشان يضل التورك كونستنت، اوكي؟ فالتورك بتناسب مع نسبة في على اف. بس لما ننزل على سرعات منخفضه رح نشوف انه هاي رح نغيرها شوي، رح نعمل شويه بوست للفولتج. هلا اذا شغلنا مزبوط مفروض السرعه تستقر على قديش؟ على حوالي 850 ار بي ام، مزبوط؟ والتورك مفروض يضل حوالين 24 نيوتن متر. لاحظوا الكارير فريكونسي ما تغيرت كثير، عم بيعمل لسه ستارتنج، فهي الكرنت عالي وعماله بنخفض قيمته. خلينا نطلع ناخذ فكره عن التورك، التورك لسه عالي لما بعمل ستارتنج عم نتسارع، عم بسارع الانيرشا. اذا صار المحرك ساتشوريتد اظن بيبدا يزيد الكرنت بشكل كبير. لانه هو الموديل كانه زي اندكتر، الاندكتر بيبدا يزيد فيه الكرنت. اوكي هي عم بنزل التورك تقريبا للقيمه اللي كنا بدنا اياها بالاول حوالين 21. خلينا نطلع على السرعة. هلا السرعة احنا بحدود ال 850، مضبوط؟ هي هون. طيب عشان اختصر الوقت انا راح اعمل له ستوب. هي تقريبا عندنا التورك زيه مضبوط، نفس الشيء مضبوط. طلعنا على السرعه هون، نعمل زوم عليها بالواي اكسس، عندنا تقريبا 850. اوكي هذا مبدا الاساسي لعمل الفي اف درايف، بس هذا سكيلر، في انواع طبعا متطوره اكثر منه، بس هذا المبدا الاساسي لمبدا الانفرتر. الانفرتر سكيلر بحافظ على في على اف ريشو كونستنت، في اف بسموه مرات في على اف ريشو كونستنت، وهذا سكيلر مش فيكتور، رح نشوف عندنا فيكتور بعدين. هي الكرنت تقريبا استقر على هاي القيمة بعد ما عمل ستارتنج، هذا لسه عماله بيعمل على 8000، وهون مش بطال الهارمونيك ديستورشن ماشي حاله قريب للساينوسويد، وهي حافظنا على التورك اللي احنا بدنا اياه مشينا، فاحنا نزلنا سرعة اللود بس حافظنا على نفس التورك في هذا السيستم.